سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. بصلي النهاردة أنكم تكونوا في معية الله ومحضره، وأن الله يعطيكم وعي بحضوره حواليكم، وأن تبارك قلوبكم وحياتكم بفهم روحي وقلبي لمعنى الحياة مع الله. النهاردة هقدم لكم شكل من أشكال الحياة في الإسلام، مش غريب ومش جديد علينا، لأننا شفناه في حياة محمد نفسه، ولكن بصلي أن النهاردة ربنا يوري لك ويوري لك كده وانت بتتفرجي على قصص النساء اللي هنتكلم عنهم النهاردة دول وخلفيات الحياة اللي عاشوها. هل دي حياة مع الله؟ هل دي حياة من أجل الله؟ وإذا كان ده ممكن يكون ناتج هذه الحياة، تحب تعيش حياة مع إله ينهي حياتك بهذا الشكل؟ هنشوف، وبتمنى أنكم يعني تنظروا إلى الأمر بتعاطف مع الضحايا، ولكن أيضا بفهم، لأن في المستقبل نستطيع إن غيرنا أنفسنا واختياراتنا ورفضنا ما سنرى نغير حياة الكثيرين في المستقبل. عنوان حلقة النهاردة هو نساء البغدادي أم نساء محمد. الحقيقة أنه ظهور عدة فيديوهات ومقابلات مع نساء البغدادي، إذا كان من زوجاته أو السبايا اللي كانوا موجودين في بيته أو بناته، ادانا صورة واسعة جدا للي كان حقيقة بيحصل في حياة النساء. حياته نقطة فيها النساء اللي كانوا في حياته، وهنشوف في تعاملاته مع أولاده، مع زوجاته، مع سباياه، ازاي ده كان بيظهر في يعني قلة مكانتهم في الحياة، وإزاي تترجم ده في حياتهم. البغدادي كان قائد إسلامي أعلن الخلافة الإسلامية في داعش، وأعلن الدولة الإسلامية. طبعا ده خلى لي مكانة في وسط كل أو معظم الناس اللي عايزين خطة التمكين والخلافة الإسلامية وحلم الخلافة الإسلامية، ده خلاله مكانة عالية في وسطهم. وشفنا بقى النتائج اللي بعد كده، القتل، الإرهاب، السبايا، إبادة الناس، تهجير الناس، تدمير مدن كاملة، حروب مستمرة، أطفال بتقتل وبتذبح في الشوارع وبيلعبوا الكورة برؤوس بني أدمين. رأينا التطبيق العملي للشريعة الإسلامية والفكر الإسلامي والنظر إلى الآخر على أنه كافر، كافر. واحدة من الستات بتتكلم عن أنهم انتقلوا إلى إلى المدينة اللي فيها الأكراد، بعتوهم عند الأكراد، فهي ما كانتش مصدقة، هيبعتنا عند الكفار؟ هكذا كانوا يعيشون بهذا الفكر. تغير المجتمع الدولي بسبب الإرهاب اللي كان حاصل في عدة دول، سوريا، العراق، ليبيا، مصر، منتشر أينما كان داعش. مش بس كده يعني، داعش ما كانش لازم يكون متواجد في دولة علشان يعمل فيها عمليات إرهابية. تغير شكل حياتنا، تغير شكل مفهومنا لهكذا نرى التطبيق العملي لحياة محمد والصحابة والخطة الإسلامية المستمرة إلى اليوم. انتهى البغدادي، ولكن هل ينتهي هذا الفكر؟ هو ده السؤال اللي لازم نسأله، هو ده السؤال اللي لازم يكون في قلبك، هي دي الصلاة
اللي لازم تصليها معانا النهاردة، إن هذا الفكر ينتهي وهذا الإرهاب ينتهي، وإن الله يعطي حرية من هذا الدمار. شكل الحياة مع الله مش ممكن يكون بهذه القتامة أبدا. خليني النهاردة أقدم لكم، أولا عايز أقول إنه الفيديو الأطول كان للزوجة الأولى للبغدادي اللي هي اسمها أسماء. الحياة من بداية الفيديو لآخره وأنا حاسة إنها بتكذب، وبعدين ابتدت الإحساس يبقى حقيقة، لأننا قدمنا حلقات كتيرة عن السبايا، قدمنا حلقات كتيرة عن الحياة كان شكلها إيه، قدمنا حلقات كتيرة عن نساء داعش إزاي كانوا جزء كبير من المنظومة، وكان ليهم كتائب زي كتيبة الخنساء، وكان ليهم دور في السجون وشغل مع السبايا والبيع والشراء. فكل ما قالته بالنسبة لي كنت يعني بربط كده، فشايفة إنها من الأول للآخر بتكذب، فبتحمي نفسها، عندها هدف إنها تحمي نفسها لأن الوضع اتغير. دي بقى التقية، الوضع اتغير دلوقتي، إحنا لازم يعني يمكن هتستفيد من المعلومات اللي هتديها. ولكن على كل حال هي ما زالت ضحية، فقدت أبناء، فقدت حياة، فقدت بنات وهكذا. خلينا الأول أبتدي مع زوجة من زوجاته الصغيرات، الزوجة الثالثة اللي اسمها درة. خلينا نشوف أول فيديو عن اللقاء مع درة. درة كان عندها 14 سنة، وهي أيضا بنت أحد القياديين اللي كانوا بيشتغلوا مع البغدادي. نشوف بتتكلم تقول إيه عن لقائها بالبغدادي. مع الزوجة الثالثة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي نور إبراهيم. والدك هو أبو عبد الله الزوبعي، كان من القيادات المهمة في تنظيم داعش، وكان الناقل المسؤول لأبو بكر البغدادي. كان أبوي إجا وقال إنه يجي واحد يشوف نظرة شرعية. بالليل رجعوا نفس الشيء، إجا هو أبوي شاف نظرة شرعية. هو أبوي يعني مخلصين كل شيء، شاف نظرة شرعية راح. بعد ما طلع التلفزيون وخلص شغله رجع بنفس اليوم أخذني للبيت. طيب أنت كان عمرك كم في هذه الفترة؟ 14 سنة. هل كنت راضية على هذا الزواج؟ ما كنت راضية على هذا الزواج، بعدين براقة سكننا. أنا أسفة أنا قلت إن اسمها درة لكن هي اسمها نور. يعني التفاصيل اللي أنا قطعتها بس من الجزء الأول ده، كان لازم نسمع إنه مازال هناك حاجة اسمها نظرة شرعية، يعني البغدادي لازم يروح يختار ينقي كده. تفرق إيه هذه الصغيرة اللي عندها 14 سنة اللي تقلها واحد جاي؟ مش مهم هو مين، مش مهم يعني إنك تاخدي معلومات عنه، مش أنت اللي هتسألي هتتجوزي ولا لأ، ولكن أنا اللي قرر. جا منين ده؟ افتكرت على طول حديث عائشة وهي بتتكلم عن وهي بتلعب على الأرجوحة، وجات أمها وأخدتها ووضبتها وحطتها في حجر الرسول. هل سئلت عائشة عند زواجها؟ هل رضيت عائشة عند زواجها وهي 6 سنين؟ لا. إذن ما زال هذا النظام ماشي لحد النهاردة. البغدادي كان ليه مكانة كبيرة، والقادة بقى هتلاحظ انه القادة هنا بيتبادلوا الزيجات، يجوز بنته للحارس بتاعه، ويتجوز بنت احد القادة الاخرين، يعني يتجوز بنات كتير من القادة، يهادوا بعض بالسبايا وهكذا. المرأة ويعني لو قلنا ان الاسلام ينظر للسبايا على انه من حق الرجل انه يستبدلهم يبيعهم يشتريهم، مع ان ده جرم فاحش جدا، ولكن فكره الزواج في الاسلام ليس لها علاقه بفكره الزواج من فكر الله الصالح ابدا. العلاقه الانسانيه اللي هو ليترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته، وانه ما جمعه الله لا يفرقه انسان، وانه الرجل ينظر الى امراته على انها يعني مهمة وثمينة في حياته، وإنه لازم يحبها كما أحب المسيح الكنيسة، يعني
يعني المسيح قدم نفسه عن الكنيسة علشان يعطينا حياة. فهكذا يضحي الرجل من أجل مراته. دي اسمها علاقة زواج. تمرض الست، تتكسر الست، تقع الست، تفضل هي الزوجة ويفضل هو الزوج. ولكن مفهوم الإسلام للزواج اللي ينقطع بكلمة انت طالق دي، واللي تختار فيه الست والبنت، ليس لأي شيء إلا أنه لا شكلها كويس تقضي الغرض، تحتمل الوطن 14 سنة ولكنها لم ترضى. كنت راضية بهذا الزواج؟ فقالت لا، لم أكن راضية بهذا الزواج، ولكن ما فيش في إيديها حيلة. البنت دي كررت كتير جدا في يعني تقريبا الحوار كان يمكن 20 دقيقة أو أكتر، كررت كذا مرة وهنسمع بعضهم إنه مش طالع بإيدي حاجة، هعمل إيه؟ أنا ما أقدرش أتكلم، أنا ما عنديش حيلة. ليه؟ لأنه أخذ منها كل حق في الحياة. وهكذا كانت حياة ستات محمد كلهم، كلهم إيه كانت شغلتهم في الحياة إلا أنهم يكونوا زوجات محمد. كان عنده في البيت 9 زوجات، ويعني يعلى بقى ينزل الرقم يستبدل إلى جانب السبايا اللي مالهمش حصر. نفس الحكاية سنرى كيف كان يعيش البغدادي، ولكن كيف كانوا يشعروا هؤلاء البنات. بنت صغيرة بتتجوز راجل كبير. النقطة الثانية في الفيديو ده يا جماعة اللي لازم ننتبه لها جدا، أدهشتني جدا، زوجة البغدادي الأولى قالت إن هو راح أخد الولاد الصغيرين قبل ما يطلع يعمل إعلان الخلافة اللي عمله في نينوى، وقال لها أنا هاخد الأولاد وهوديهم يسبحوا يعوموا في حتة. أوكي؟ وأخد ولاده مع الصبيان، أخد ولاده الصبيان معاه عزوة، يعني هتلاقي أنه دايما يصطحب الصبيان. أوكي؟ وراح بقى من عند الزوجة دي إلى مدينة تانية اللي كان فيها هذا الرجل، يمكن تكون كانت في نينوى، أنا مش عارفة هي كانت فين، لكن قبل ما يطلع على المنبر راح اشترى عروسة. تفرق ايه في تعامله معاها عن السبية؟ تفرق في ايه؟ في القيمة. الحاجة التانية، الانسان اللي عنده مهمة سياسية، اللي عنده مهمة انسانية، اللي عنده مهمة دينية، مش كده؟ مش ده الشرع والفرد والاسلام يعني ما دعاك إليه إله الإسلام، وانت بقى طالع تعلن الخلافة تروح محود مشتري واحدة ست وماشي. مخك كان فين؟ ولكن الإسلام كصورة كاملة بيخلي الراجل دايما ماشي ذهنه في ما يستطيع أن يمتلك، ما يستطيع أن يحصل عليه، ما يستطيع أن يضيفه إلى نفسه، مش كده؟ مع أنه في هذا الوقت كان عنده زوجات وكان عنده سبايا، فأضاف إليهم هذه الصغيرة، يعني الحقيقة من المرعب أنها عاشت ده. عدد الزوجات عندما تزوجت، أنت كنت الزوجة الثالثة، هل كان جميع زوجات البغدادي في نفس المنزل؟ كيف كنتم تتنقلون؟ كان كلها بنفس المنزل ويا السبايا 9 من أول ما تزوجت. بعد بسبوع جاب السبايا 9، بعدين ظلن أسبوعين الكل راحن، بس ظلن 3 ويانا بالبيت. كلياتنا كنا سوا، كان كل 15 يوم أو كل شهر يجي يوم أو يومين مثلا يروح. بالنسبة لليزيديات كيف كان وضعهن؟ ما هو الحديث اللي كان يدور معاهن؟ هل كنا يعني هل من الممكن كان يسعن للهروب من المكان اللي كان موجودات فيه؟ هن كانوا يحاولون الهروب، بس من بيتنا اللي احنا متواجدين به ما حدا هرب، يعني بهذيك الفترة ما كان حد يريد يهرب. بعدين تحولن لغير بيت هربا منهم.
اوكي، طبعا اللي عايشين في بيت البغدادي كان من الصعب ان هم يهربوا يعني، ف يعني كانوا ينتظروا ويخططوا وكده علشان يعني يمكن تجي لهم فرصة. اوكي، عدد الزوجات وعدد السبايا اللي في نفس البيت، انا مش عارفة بيت ايه ده وفي كم أوضة. افتكرت انهم كانوا طردوا الناس من بيوتهم وهجروهم واستولوا على كل البيوت، فممكن يكون حتى لو عنده أكبر بيت. يعني أولا البيوت مش بيوتهم كلهم، ولكن كانوا يلاقوا البيت اللي هم عايزينه يدخلوا ويكتبوه باسمهم بقى، يدخلوا يحتلوه خلاص. يعني المسألة كانت كلها فوضى يعني. اوكي، عدد النساء اللي كانوا موجودين زوجات على سبايا كانوا كلهم موجودين في نفس الوقت. بنت البغدادي اللي هي يمكن كان عندها 14 15 سنة لما، أو يمكن أكتر 20 سنة لما عملت الانترفيو ده مثلا، يعني افتكرت إنها لما كان عندها 12 سنة أو أقل هي كانت بتشوف أبوها بيعمل قرعة بين الستات. فالمذيع سألها أنت يعني هي هو موضوع القرعة ده كان هزار ولا حقيقة؟ فقالت له لا، كان حقيقة بس أنا ما أعرفش يعني. فأنا كنت دايما أشوف أنه أحاول أبص على الورق وأشوف ده هو يعني عادل في اللي بيعمله ولا لا، لأنه ساعات كانت دايما تيجي في حظ الست اللي بيحبها أكتر، الحلبية دي اللي الكل بيتكلم عنها اللي هم كلهم ما بيحبوهاش. محمد سمعنا قد إيه أنه كان بيطوف على كل زوجاته في ليلة واحدة وبغسل واحد، والعدل بين الزوجات في أنه كل واحدة تبقى لها ليلة، فواحدة زي يعني واحدة منهم تضطر أنها تتنازل عن ليلتها عشان ما يطلقهاش. هذا الشكل من الحياة الاجتماعية كان هو نفس الشكل في بيت البغدادي، بس ده عنده كتير يعني، عنده 3-4 ستات وجنبهم 9 سبايا. فهو بقى يختار اللي هو عايزها، وإذا كان بقى يعني من حقه إن هو يبقى دي ليلة واحدة ويبقى عايز معاها سبية وماله، 2-3 وماله. يعني تحس إن أنت بالتأكيد رجعت إلى أيام محمد، وأكثر سوادا وأكثر إجراما في حق نفسه وفي حق الله وفي حق هؤلاء النساء. البنت الصغيرة كانت بتشوف إن أمها اللي هي الزوجة الأولى اللي هي أسماء دي اللي كانت متمكنة ومسيطرة وليها مكانة في المجتمع مش بس في الأسرة، كانت بتساعده، هي أنكرت بس هي كانت بتساعده، الأزيديات قالوا شايفة إنها ملهاش مكانة، ما قدرتش. سو يعني من المؤسف، الحياة اللي مرت بيها البنت دي كانت مؤسفة جدا، الزوجة والبنت بتتعلم. اوكي، خليني اشوف الفيديو اللي بعده. هل كان هناك صراع نسوي داخل منزل البغدادي؟ كان في خلافات بين الحلبية يعني كثير، مرات مشاكل بالكلام، تلطيش، صير اختلافات. وهل بقيتم كلكم في منزل واحد ام افترقتم؟ افترقنا. عندما طلب البغدادي عودة الحلبية والشيشانية مرة ثانية إلى إدلب في نفس المكان الذي قتل فيه، شنو كان رأيك ورأي الزوجة الأولى؟ ما كان يعني عادي، ما طالع شيء بيدنا، هو طلبهم ما طلبنا، يعني شيء عادي. تخيلوا البنات والستات دول هم عايشين في المجتمع المغلق ده مع قيادات بهذا الشكل، او الدواعش عموما،
لكن احنا هنا بنتكلم عن قيادات، فدول ناس كانوا بيخططوا من سنين طويلة وعايشين الحياة دي من سنين طويلة. تفتكر ايه الداخل لهؤلاء البنات او الستات من تعليم، من ثقافة، من فهم لمسؤوليات الحياة الزوجية بصورة أعلى، مش الطبخ والغسل وتغيير الحفاضات، ولكن بناء الأطفال إنسانيا وثقافيا، هم نفسهم ما تبنوش. فالإنسان اللي عنده فهم بيعرف يجد لنفسه اختيار فبيفكر، لكن البنات دول هي عندها شعور، عندها شعور بالكبت، عندها شعور بالكراهية للراجل اللي هي عايشاه، عندها شعور بأنها زهقانة من حياتها، لكن مش عارفة تلاقي لنفسها حل لأنها لم تتعلم أدوات للحياة، وعارفة أنها تواجه بإرهاب إلهي أيضا. إذا أغضبت زوجها طول عن طول الليل، إذا قالت لأ لزوجها الله يعاقبها، إذا ماتت وزوجها غضبان عليها لا تدخل الجنة، دي حاجة. الحاجة التانية إنه بيقول إنه هل كان في صراعات في بين الزوجات؟ سؤال برضو، مش دي صورة من صور الحياة في بيت محمد؟ عيشة وزينب وهم بيتباروا على مين بنت مين أفضل، أو مين اللي ليها مكانة أفضل. أنا بنت أبو بكر، تقول لها وأنا نزل القرآن باسمي، ومين قاعد في النص بقى بيضحك؟ محمد. لو كان إنسان لمسته روح الله أو في شيء من روح الله، لو كان عنده رسالة حقيقية كان علمهم أنه يعني أدبيا وإنسانيا وروحيا التصرفات دي غلط، ولكن التصرفات دي مش غلط في الإسلام. تفتكروا لما واحدة من الستات عملت أكل وحطته وعيشة غارت وضربت طبق الأكل، ومحمد ضحك وقال لهم غارت أمكم. فإذا الصراعات الإنسانية الموجودة في داخل هذه الأسرة منقولة تماما ومباحة، والبغداد يروح ويجي، هو هيروح ويجي مش شايف انه عنده أي مشكلة، ولا يرى مشاعر هؤلاء ولا يرى مشاكل هؤلاء، هو يأكل ويشرب، وقت ما يجي يلاقي الكل ساكت، وبعدين كل واحدة منهم بقى تدي حقن في التاني وهو يكبر مخه. غارت أمكم وخلاص، واحدة غيرانة بقى خلاص كبر دماغك، وما تنساش تقول لكل واحدة منهم إنك بتحبها أكتر من الكل، عشان ده من ضمن نظام التقي ده. إذا كان يعني إذا كان عنده هذا الفهم محمد كان أشطر. You know؟ إذا كانت البذرة اللي زرعها الإسلام عدم فهم إزاي نعيش مع بعض كبني أدمين ونحترم إنسانياتنا، إنسانية بعض، مش هتكون موجودة عند أي حد من الأتباع. الفكر الإسلامي والحياة على هذا النهج الإسلامي، يعني أنا بشوفهم وهم كلهم ملفوفين كده بسأل، هل البنت دي عارفة يعني هي لابسة الحجاب ده ليه؟ هي تقال لها كده، هو كده. دول ضحايا، بس ضحايا مش ضحايا البغدادي، دول ضحايا الإسلام، دول ضحايا محمد، شبه ستاته بالظبط. خناقات النساء محمد وهم بيشتموا بعض ويجروا ورا بعض، وما يجي مش عارفة أبو بكر ولا مين، مش قادرة افتكر الحديث بكامله يعني، ويرميهم بالطوب.
يعني هذا الشكل من الحياة منقول نسخة هنا بيعملوا مقالب في بعض، ومش بس في بعض، في أولاد بعض كمان. أوكي؟ البنت دي نور عاشت الكلام ده في بيت أبوها برضو، فلما دخلت بيت البغدادي هي شافت أمها عايشة كده وزوجات أبوها كلهم عايشين كده، فليه لأ؟ والدك كمان أيضا كان ذو زيجات متعددة في التنظيم، كيف كنت تنظرين لعملية هذا العدد الكبير من الزيجات لدى قيادات التنظيم؟ صار هذا الشيء عبارة عن زواج، صارت الدولة الإسلامية عبارة عن زواج، يعني يتزوج 3 4 بعدين يطلق واحدة يجيب الخامسة بعدين السبايا، شيء مو عادي. كيف كنت تنظرين إلى موضوع السبايا من الناحية الشخصية؟ يعني شيء والله محزن، يعني هن عندهن أهل، عندهن أمهات، عندهن أبهات، يعني شيء محزن. يعني أنت تتنقلين مع البغدادي وتعرفين بأنه الرجل المطلوب الأول إن كان لدى القوات العراقية أو قوات التحالف، يعني كان هذا الشيء، بس ما طالع شيء بإيدي، يعني مجبورة أظل وياه، أتنقل وياه، أروح وياه، أرجع وياه. يعني إذا أرجع على أبويا 100% يعني أنه ما راح يستقبل هذا الشيء ولا يستقبلني. مع الأسف أنه زي ما قلت كلهم متروكين بلا رجاء، بلا حل، بلا سند، مش لأنهم زوجات البغدادي ولا إنهم في بيته ولا لأنه قائد، لأن هذه هي الأصول الإسلامية. كم مرة سمعت أي ست بتقول ما أنا أروح لبيت أهلي يرجعوني، لا أنا ما خلصت منك، عيب، ما عندناش بنات بتطلق، لو طلقتي يبقى عار علينا مثلا، اسمعي كلام جوزك، ممكن تطلق، الطلاق دلوقتي بقى كتير. لكن يعني الأب لا يقف إلى جانبها لأنه عنده يعني 3 4 تانيين مهتم بيهم، عيلين 3 أو 10 وكم زوج. بس قلة الحيلة مش طالع بإيدي حاجة. تخيل إن الستات كلهم، دي مثل كل ستات البغدادي وهو بيختارهم يروحوا معاه، زي محمد كده كان بيختار واحدة ولا اتنين يطلعوا معاه رحلاته وغزواته وكل ده. تخيل ان الستات دول طالعين وهم عارفين ان هو كل شوية لازم تراقب الطيارات اللي فوق، لانه الهدف البغدادي بس هي اللي هتروح في الرجلين، زي ما حصل مع أسامة بن لادن. يعني لو كان حصل غزو على محمد كانوا قتلوه هو وستاته برضو مثلا. فاللي حصل انه هي كانت عارفة انها ممكن تموت في اي لحظة، مش بإرادتها. البغدادي والجهاديين بيدعوا ان هم بيعملوا ده في سبيل الله، بس دول الستات يعني ما طلبوش كده. هي تتمنى تروح بيت ابوها وتتقبل فيه حتى لو مش هتعيش تعمل فيه اي حاجة غير انها تبقى قاعدة. اعتقد انها كانت كارهة الحياة مع البغدادي بالشكل اللي هي كانت عايشة فيه. كل الستات اللي هتشوفوهم النهاردة عندهم أولاد، كتير منهم ماتوا، واللي فاضلين عايشين معاهم إما في السجن أو في المخيمات بلا مستقبل في الحالتين. تخيل المشاعر الإنسانية للستات دول. يمكن الانترفيو اللي اتعمل مع يعني البنت دي يكون لأول مرة بتحكي حكايتها وتبقى أهو يعني نفست عن نفسها شوي، لكنها تفضل طول العمر ينظر إليها كإرهابية وزوجة إرهابي، والأطفال في نفس المسيرة. لو كانوا زوجات محمد عايشين اليوم ويحاكم محمد بالقوانين العالمية الآن كان سيحاكم كإرهابي
حتى ولو كانوا زوجات وضحايا، كانوا راضيين وعايشين ومشاركين. كل البنات الأجانب اللي سابوا الغرب وراحوا علشان يشتركوا في داعش وتجوزوا مرة واثنين وثلاثة وخلفوا عيل واثنين وثلاثة ومات لهم ثلاثة أربع عيال، كتير حطت لكم قصصهم في أوقات كتيرة. بلادهم كانت بترفض تاخدهم، ولكن اللي دخلوا البلاد كانوا بيدخلوا في مراحل تأهيل اجتماعي عن طريق الحكومة أو بيدخلوا السجن، فتفضل حياتهم موصومة بهذه الاختيارات دايما. فتبص للبنت دي، يا ترى عندها كم سنة؟ يعني لو اتجوزته 14، مش عارفة كان إعلان الخلافة ده كان سنة كام تقريبا، لكن يعني عندها كم سنة؟ 20 30؟ هتفضل طول عمرها في المخيم وفي السجن لأنه محدش عايزه خلاص. الصورة دي لو فكرت فيها، إذا فكرنا في يعني الشكل الإسلامي للحياة الإسلامية اللي كان مفترض إن دولة الخلافة الإسلامية بتحققها النهاردة، كان هيبقى مجتمع محاصر من الدول العالم اللي في العالم كله، وينظر إلى كل هؤلاء على إنهم فصيل لا ينتمي لأي مجتمع إنساني، لا يقبل. كلام كبير، لكن دي التعليم الإسلامي والأهداف الإسلامية من فرض الدين بالقوة والخلافة والغزو والقتل والحدود وتحقق قدام عينينا وما زال. هل انتهى تنظيم داعش؟ ده ما انتهاش، لسه كل يوم والتاني بنلاقيهم عاملين عملية إرهابية في دولة ما لهمش أي دعوة بيها، بس بيعملوا إلى أن يعود. ليه النهاردة أنا سميت الحلقة زوجات البغدادي أم زوجات محمد؟ لأن التاريخ بيعيد نفسه، نفس القصص دي عيشة ملهاش حيلة. والتانية برضو أسماء كان عندها 14 سنة لما اتجوزها، وكان يبدو إنها ملهاش حيلة، بس تحولت بقى إلى عيشة في الآخر، في آخر أيامها عندما كانت تبيع وتشتري العبيد هي كمان، وتلتقي بالرجال وتقول مش عارف إيه وتقود مش عارف إيه. أوكي، خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. إنه عرض أبويا لي الزواج، لازم تتزوجي من هذا الشخص وما أعرف شلون يعني. دي بنت البغدادي، بعدك صغيرة وأنا ولي أمرك، لازم تتزوجين. كم كان عمرك؟ كان عمري 12 سنة وتزوجت هذا الشخص يعني. هل أمك كانت راضية عن عملية الزواج؟ لا، هاي السوري المرة الثانية خلت بعقله وخلت يزوجني يعني. لماذا؟ ما هو الدور الذي كانت تلعبه الحلبية إلى هذه الدرجة؟ مكارة يعني، أنا أقول لك عليها مكارة، أنا ما أحبها أبدا يعني، سوى مشاكل بين العيلة يعني، مثلا شي نسوي تروح تقول له علي، يجي هو مثلا يعصب علينا يعني. أنا شفت تلفزيون كرتون تقول له لا ليش تخليها تشوف، هي كبيرة ومو مالها الشغلات وهاي، فهو يجي يعني يسمع كلامي، يجي يقول لي يعني ليش تشوفي أنت كبيرة، لازم تشوفين إخوانك. الحقيقة ألمتني جدا تعبيرات البنت دي، كانت طبيعية جدا أكتر من أمها. دي بنت أسماء، قالت في الأول إنها أول مرة شافت أبوها كان عندها 10 سنين، لأنها عاشت عند عمها. طب سؤال، لو كانت أسماء الأم عاشت مع البغدادي طول عمرها، كانت بتتنقل معاه مكان ما يتنقل، أنا بسأل سؤال، البنت دي عاشت من غير أمها وأبوها ليه؟ أكيد في أسباب تانية. لما أخدها أبوها وهي عندها 10 سنين، أخدها لأنها قربت من سن الزواج خلاص، أو جاهزة لسن الجواز، فهيقدر يقايد بيها. ده يعني استنتاجي، أو لأي سبب هي كانت معاه وكانت مع أمها في الوقت ده
وكانت أمها يعني حامل كمان في أطفال آخرين، وليها أخوات، الأخ الكبير حذيفة ده قتل طبعا لأنه كان جهادي في التنظيم، وأيضا كان ليها أخ آخر. فالأم بتقول أنه الولد لما يجي 9 سنين ياخده معاه، هو مش سايب العيلة، هو دايما بيروح للعيلة وبيزور الستات كلهم، يعني سواء قعدوا كانوا قاعدين مع بعض أو يعني على ما فهمته من كل الانترفيوهات اللي سمعتها، إلا لما كانوا قاعدين مع بعض كلهم ولما تفرقوا في بيوت هو بيشوف العيلة كل أسبوعين ولا حاجة. أوكي، لكن الولد يبقى 9 سنين ياخده معاه، بياخده معاه فين؟ بياخده معاه في إدارة الأعمال الإرهابية اللي بيقوم بيها. يعني البغدادي لما راح يعمل الإعلان في نينوى أكيد كان مع أولاده، هو قالت كده أنه هو أخده، فده التدريب. حتى الأم والبنت تكلموا على حذيفة وقالوا أنه يعني كان زيه زي أبوه، دربه. أي نوع من الحياة اللي الإنسان يبقى عايشها في خدمة الدين، وخدمة الدين لا تؤدي إلا يعني لا تنتج ثمار إلا بالقتل، وبعدين في الآخر لا تؤدي إلا للقتل. أما السيد المسيح قال إنه يعني اللي يقتل بالسيف هيهلك، هو كده. لما تكلمت البنت عن جوازها قالت انها اتجوزت عندها 12 سنه وانه زوجة الاب هي اللي خلت ابوها يعمل كده، وتشوف الالم والغضب. تعدد الزوجات في الاسلام هو لخدمه الراجل في كل الاحوال، ولكن الراجل بينسى في التركيز على الصراع بين الزوجات وإشباع رغباته وكرامته ورجولته ويعني غروره وكل ده، بينسى أن الأطفال أول من يتأثروا بده. البنت دي شافت ظلم أمها، شافت تجبر أبوها، غارت على أبوها، اتبهدلت بسبب زوجات الأب، اتجوزت وهي لسه قاعدة كل اللي نفسها تعمله تتفرج على قناة سبيس 2، أنا ما أعرفش إيه دي، كرتون. كنت بتتفرجي على إيه؟ كرتون. وبعدين المسؤولية اللي تقع على عاتقها بقى، البيت فيه ستات كتير وطبعا فيه عيال كتير، لكن على طول البنت يتقال لها قومي اخدمي إخواتك، ما تقعديش تتفرجي على التلفزيون، انت خلاص بقيتي جاهزه تتجوزي، هتفتحي بيت. وهي مش عارفه تفتح بقها تدافع عن نفسها فيتقال لها تفتحي بيت. من المحزن جدا انك تشوف ان دي مثل لبيت القائد، وهكذا كان بيت محمد. شفنا في حياه محمد نزاع دائم بين عائشه وفاطمه وزينب، كانوا بيغيروا من بعض، هما يغيروا من فاطمة ويغير منه. لو كان محمد عنده أولاد زي ما الناس دي بتخلف في كل دقيقتين عيل، يعني إذا كان محمد أصلا يعني كان عنده أي عيال، كنا شفنا نفس القصص بتتكرر، تحيز وإهانة للأطفال وألم ليهم. طيب ما شفناش غيرة عيشة من الولد ابن زينب؟ وما أنا عارفش بقى الحقيقة، هي طلعت عليها إنه الولد مش ابن محمد وقالت له لأ مش شبهك. في الكتاب المقدس ربنا بيعلمنا إنه العيلة ممكن تبقى عيلة بأطراف كتيرة، أولا عائلة الله، ولكن الزوجة لما تتجوز راجل عنده ولاد أو الراجل لما يتجوز بنت عندها ولاد، دول أولاده على طول.
يتعامل معهم كأولاده وبناته، ما يتخافش عليهم منه لأنه رجل الله، وما يتخافش عليها منهم لأنها بنت الله. لكن دي مش بقوانين العيشة والحياة، دي مش بقوانين الله خالص. الغيرة مستحبة ومحبذة وشيء طبيعي. كنت بفكر النهاردة أنه نقطة الغيرة لما اتكلمنا في حلقات كتيرة أنه يعني في بعض الستات من كتر غيرتهم قتلوا يعني درتهم، وكان مثلا الشيوخ لما يجوا يتكلموا على الغيرة، مثلا الغيرة بين في حادثة عيشة لما كسرت الطبق وقال لها غارت أمكم، يقول لك يعني مين دي حاجة في طبيعة النساء، مفيش مشكلة يعني الرجالة تكبر مخها. الغيرة خطية، الغيرة اللي تأذي خطية، ولكن الإسلام لا يعلم الإنسان الفرق بين الحق والباطل والفرق بين الظلمة والنور، وتبقى دي النتيجة. نشوف بقية الفيديو. يعني حياتنا أمنيات، ما حدا كان يعرفنا من الجيران أو البيت من نقعد فيه إنه نحن مين، يعني الحديقة ما نطلع بيها، نخاف من الطيارة، يعني هذا الشيء نطلع لازم يعني مثل الواحد يعني ما أعرف خايف من شيء تطلعين تدخلين، يعني ما أعرف شلون هذا الشيء أوصفه، يعني ما عشنا عشة إنسان، يعني الجيران الجيربة ما يعرفون إحنا مين، ما لا روح عليهم ولا هم يجون. طفلة بتتكلم عن إنه أنا ما عشتش حياة، أنا ما عشتش، هي بتقول أنا ما عشتش، يعني الخلاصة بتاعتها بتقول أنا ما عشتش، إحنا ما عشناش حياة إنسان. هي شافت بره حياتها، وأكيد بتشوف بره حياتها دلوقتي أكتر، لأنها دلوقتي عايشة يا إما في سجن يا إما في مخيم، بتشوف ناس طبيعيين برضو اللي بيجوا يساعدوا واللي ليهم أو اللي بيقودوا المكان اللي هي فيه، عايشين حياة طبيعية، لكن هي عايشة في سجن بلاستيك ما تقدرش تخرج منه. فتقول لك إحنا ما نقدرش نطلع، كطفلة ما قدرتش تطلع تلعب في الجنينة لأن في طيارات، ما دام في طياره ما حدش يطلع بره. بس عموما الكلام ده اتقال منهم كلهم، مش لانهم زوجات البغدادي فقط، ولكن لان كان حياه النساء تحت حكم الدوله الاسلاميه مقنن جدا ومحسوب جدا. يعني اتكلموا عن انهم ما كانوش يقدروا يطلعوا الا اذا كان في حاله طبيه يعني مريعه، محتاجين واحده بتولد او واحده اتعورت او هكذا. تقول ما بتطلعش الا اذا كنا محتاجين حاجه طبيه، او نروح للسوق كده احيانا بين الحين والاخر، لا نعرف الجيران ولا الجيران يعرفونا. كيف ينمو انسانيا وثقافيا ونفسيا اللي عايشين مع بعض، هم الخمسة بنفس الطباع ولا العشرة بنفس الطباع ولا الخمسين بنفس الطباع؟ فهو يعني إعادة تداول الشخصيات بإمكانياتها، هم دول اللي بيتعلموا من بعض. واحدة ست كبيرة مشغولة بالقيادة مع البغدادي، وكل اللي بيفكروا فيه الدولة الإسلامية ونصرة الدولة الإسلامية، والتانيين اللي حواليها دورهم في الحياة إنهم يخدموا البغدادي. يعني الخدمة الجنسية بقى، الخدمة شكل يعني قاتم من الحياة، ظالم ومظلم من الحياة اللي عاشوها هؤلاء النساء. إيه كان دور أدوار زوجات محمد في الحياة؟ ايه كانت ادوار زوجات الصحابه بعد محمد في الحياه؟ طب يا ترى ايه اللي حصل لزوجات محمد بعد موت محمد؟ نفس الحكايه، برضو سجن بلاستيك. ليه؟ لانه لم يستطيعوا ان هم يتجوزوا، واللي مثلا اللي اتقال لهم ما تقدروش تحجوا، واللي ما كانوش يقدروا يخرجوا، ولما خرجت عيشه في
على معركة الجمل يعني انتقدوها بقية الستات لأنها ما كان لهمش دور في الحياة، إلا طبعا المناكفة عائشة قدرت إنها تعمل يعني شق في المنظومة الإسلامية كلها وسببت مقتل آلاف الناس. برضو الناتج صفر، برضو الناتج أسود. دي كان ممكن تبقى دكتورة، مهندسة، إنسانة عندها حق الاختيار، لكن لم تعط هذه الفرصة لأن هذه هي القوانين الإسلامية. لو عشنا بالإسلام وقوانينه الحقيقية مطبقة على الأرض هكذا تكون الصورة. يمان قضى عندما قام والدك بتفجير نفسه عندما حاصرته القوات الأمريكية. هو معه كان إيه؟ هل كنت تعتقدين بأن هذه النهاية ستكون بهذا الشكل؟ متوقعة. لماذا؟ ما أعرف، يعني إنه طلع من تركيا وكان محاصر، فأكيد يعني قلت أكيد المهمات راح يروح مثل الراحة، ويعني وراح صحيح. يعني البنت دي أما جوزها أبوها كان عندها 12 سنة وخلفت، والزوجة الثانية برضو اللي هي النور اتجوزها عندها 14 سنة وخلفت على طول عشان معاها سنتين بس ومات. هو هنا بيسألها على يمان أخوها اللي عنده 9 سنين، اللي هو بعت الستات يطلعوا على تركيا وتقبض عليهم، وأخد 2 ستات معاه، دول ماتوا معاه، وابنه اللي عنده 9 سنين برضو مات معاه في القصف. فالسؤال الحقيقة ما يقول لها كنت تتوقعي إنه هتكون دي النهاية؟ قلت له أتوقعت، أنا صدمت، لأنه في عمرها الصغير ده جوزها مات على فكرة كمان، يعني 2 سنين ومات برضه وكانت خلفت. فهو أما بيسألها أنت كنت متوقعة، ناتج اللي شافته في الحياة أنه أيوة الناس دي بتقضي عمرها تجاهد وكله بيموت، فيصبح الـ يعني التطبيق العملي للجهاد الإسلامي اليوم واضح، هو هدفه الجنة، فهدفه أنه يموت في الجهاد، فكله بيموت، كله بيموت. لم نخطئ عندما سمينا الثقافة الإسلامية أنها ثقافة الموت، ثقافة تقودك إلى الموت أينما كنت. الموت هو الناتج الوحيد لفكرة الجهاد الإسلامي اللي وصلك للهدف اللي أنت فاكر أن أنت عايزه، اللي هو الجنة والحور العين واللي وعدكم به هذا الإله. إجرام. فالبنت عندها 12 سنة فقدت جوزها بعد 2 سنين وفقدت أبوها بعده، عادي توقعت كلهم راحوا، اشمعنى هو؟ ازاي تعيش بهذه الصورة؟ هنشوف الزوجة أسماء. عندما تزوجت هذا الرجل في 1999 كان طالب ماجستير في الجامعة الإسلامية، كان إنسان عادي ما يحمل أي أفكار متشددة، أي فكر غير اعتيادي، منفتح، لكن بعد اعتقاله من قبل القوات الأمريكية من غير أي سبب طبعا في 2004 ودخوله إلى السجن وبقى في السجن 1 سنة، بعد خروجه من السجن بفترة يعني ممكن أقدرها أقل من 2 سنة بدأت تبدأ معالم تغير في فكر هذا الشخص. يعني أولا على طول الخط كانت بتسميه هذا الشخص، والآن هي بتقولك لا 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 أنا كنت متجوزة متفتح وكل حاجة، ومتفتح بس بيعمل ماجستير في الجامعة الإسلامية وبعدين قبض عليه الأمريكان. أصل هو يعني أنا عايز أفهم، هو مثلا كان قاعد على القهوة جم الأمريكان قالوا إحنا عايزين ده، ولا لأنه كان على لستة الإرهاب؟ أنا همشي بسرعة شوية لأنه في فيديوهات مهمة لازم تشوفوها، نشوف الفيديو اللي بعده.
ماذا كان يقول؟ هل كان يقود العمليات العسكرية من الرقة؟ مع من كان يتواصل؟ من هو الأقرب إليه؟ حقيقة أنا ما شفته طول حياتي معه أنه يرتدي زي عسكري أو كقائد عسكري، يعني هذه الأشياء أنا ما شفتها، يعني العمليات العسكرية تخطيطها هذا أنا ما عندي علم فيه. طبعا أنا مرأة في البيت مع الأولاد، لكن يقال بأنك أمرأة الأقرب كنت إليه والأمرأة مثل ما يقولون الأمرأة المميزة لدى البغدادي. هذا يعني في رأيي مبالغة كبيرة جدا. أما تشوف الطريقة اللي بتتكلم بها، أولا طول الانترفيو هي حاطة وشها تحت ما رفعتش وشها، التانيين كانوا عاديين، لكن هي لأنها مش عايزة حد يشوف كذبها من يعني أنا أؤكد أنها كانت بتحاول أنها ترسم الصورة أن يعني مغلوبة على أمرها وأنه ده مش باختيارها. أنا امرأة قاعدة في البيت، لكن كل الشهادات اللي جت ضدها كانت بتقول أنها كانت بتقود وبتنظم له مواعيده، بتنظم له مواعيد مع القادة اللي بيجوا يزوروه، وبتبيع وبتشتري الجواري. وحنسمع بقى من السبايا نفسهم بأن البغدادي كان لديه 9 إلى 10 سبايا من اليزيديات، وأنا أؤكد لك ممكن أكثر من هذا العدد. أنا ما شفتهم، لكن بسبب الهوس في تلك الفترة بمسألة النساء تحولت من دولة الإسلام برأيي إلى دولة النساء. بس أنا حبيت يعني عجبني التعليق بتاع هذا، لأنه ده اللي إحنا كنا رأيناه من البداية، أنه هي فعلا دولة للسبايا، للنكاح، الجهاد اللي كانوا بيقولوه أو جهاد النكاح، كل ده كان من الحقائق الإسلامية الشرعية اللي موجودة، هم بيطبقوا الشرع. بس لأن الإسلام صمم في الراجل والست مسألة أنه أنت مصدر للشهوة، وهو لا يستطيع أنه يكتفي بامرأة واحدة ولازم أنه يكون عنده متغيرات، وأن حق الرجل هكذا وكل ده، فبقى فعلا الإسلام يربي الرجل على الاشتياق إلى دولة النساء. هي قالت برضو انها انا ما اعرفش، وكان عنده كتير اكتر من 9 10 11 ما اعرفش، لكن انا ما شفتهمش. نسمع بقى سابين قالت ايه. كنا المجموعة اللي وصلنا للرقة كلياتنا من 10 سنين لـ25 سنة، فتحوا الابواب، دخلوا الدواعش، فاتوا وصاروا ينقون البنات وياخذوهم. الشخص اللي اجا واخذني هو كان ابو محمد العدناني الشامي، المتحدث الرسمي باسم الدولة الإسلامية. نقلت على بيت ابو بكر البغدادي لمدة تقريبا 6 شهور. في البداية كانت المعاملة بأبشع طرق، انا ما كنت متقبلة الوضع كيف كنت وكيف صرت. من حالي قلت انه لازم انا انه خلاص اطيع الأوامر لحتى أفتح طريق لنفسي. البنت دي بعد ما خرجت من تحت إيدين الإرهابيين بمعجزة، هي نجيت من الموت بمعجزة، عملت إيه؟ على طول التحقت بمنظمة إنسانية علشان ترجع البنات الأزيديات المخطوفات بعيالهم، علشان تحكي القصة، علشان توعي الناس. عملت عمل إيجابي. الفرق بين الأزيديات والمسلمات اللي هم في نفس الأعمار إن دي واحدة متربية على فكرة إنه الإرهاب أو الجهاد ده مش إرهاب، ده حق، ده فرض ديني، ده يوصلك للجنة، ده يخلي عندك مكانة أفضل لما تفقدي ابنك كشهيد ولا أخوك كشهيد، تدخلي مش عارفة بسبب شهادته الجنة وهكذا. في المسألة فيها بيع وشراء، حب الموت لأنه هيخلصهم من الحياة السوداء اللي هم عايشينها دي. لكن الأزيديات تلاقيهم بيعيشوا بطريقة مختلفة. اتفرج كده على فيديوهات للمجتمع الأزيدي كان شكله ايه.
مجتمع فرحان ولابس وعامل يعني حتى زيهم مبهج كده، وعندهم ثقافة وعندهم يعني قيمة لأنفسهم في المجتمع. النهاردة المجتمع الأزيدي بيقولك مش هنسيب أزيدية واحدة، لازم نرجع، ما نسيوش بعد كل السنين اللي فاتت دول. أوكي؟ بيعرفوا يعملوا حاجة من أنفسهم حتى ولو كانوا في مرارة. للأسف البنت بتوصف مشهد إرهابي مرعب من حياة في وسط عائلتها إلى دخولها في قفص إلى أنها تحاول تجد لنفسها طريق. نشوف الفيديو الأخير. بالنسبة للمنزل أبو بكر البغدادي، معاملتي مع زوجتها كانت بالبداية كانت شوي صعبة، شوي صعب التفاهم عليها. هي امرأة متكبرة كثير، لأنها كانت تعذب البنات، تضربهم شوي، كانت عنيفة. بعد ما شافوا هذا الدفتر عندي انقلب كل شيء ضدي. فوقتها حاول أبو بكر البغدادي يعتدي علي، بس كان القصف شديد. مرات البغدادي أسماء ليست هي الوحيدة اللي كانت بتمثل هذا القسوة في التعامل مع الأزيديات. النظر للآخرين على أنهم كفار وأنهم ليس لهم قيمة وأنه السبي حق إسلامي، على عكس ما قالته في الانترفيو بتاعها، كذبت على طول الخط. ولكن شفنا البنت اللي تعذبت على تحت إيدها. في يوم من الأيام هي قررت أنها تاخد أسامي الناس اللي كانت بتشوفهم، علشان لما تخرج كان عندها أمل أنها توصل ده للسلطات فتقدر تساعد في القضاء على الناس دي وتجيب حقها وتجيب الأزيديات. لكن بسبب ده شافتها أسماء وضربتها ضرب مبرح جدا، وجي البغدادي كمل عليها وحاول الاعتداء عليها وزوجته موجودة. أين الإنسانية؟ هو ده شكل الدين؟ الله أنقذها بسبب القصف وبعد كده خرجت. عايزة أقول لكم حاجة، شكل الحياة مع الله الحقيقي مختلف تماما عن هذه القساوة والقتامة والظلمة. عارفين أما نفكر في شكل الحياة مع المسيح، افتكرت النهاردة بقول يا رب شكل الحياة معاك إيه حتى وإحنا في أمور صعبة. فافتكرت الآية اللي بتقول فرح الرب هو قوتنا. إحنا نعيش بفرح الرب الظاهر فينا، وإنه إحنا لا نعيش لأنفسنا بل نعيش لخدمة الله في الغير، وإنه إحنا نعيش حياة النصرة لأن الله أعطانا خلاص وأعطانا حياة وقال لنا أنتم أعظم من منتصرين. فأنا مش محتاجة أن أنا أروح أغزو حد ولا أجيب حد بالقوة، لأن الله حررني أنا مجانا. والله بيقول لك النهاردة شوف الفرق بين النور والظلمة، الله عنده نعمة ليك معطاة مجانا في اسم يسوع المسيح، اقبلها اليوم حتى يضيء الله قلبك وعينيك فتشوف النور والحق والحياة. إلى اللقاء.